نتعرف على بعض، انتوا عارفيني؟ اه اذا انا مش عارف نفسي ولا ايه؟ بصوا باختصار كده، يعني هقول على حاجات كده بسيطه جدا. الحضور في المحاضره بالنسبه لي لو مش هتستفيد منه يبقى انت لو خرجت بره المحاضره يبقى افضل. يعني ما ينفعش تقعد في المحاضره تتكلم مع اللي جنبك او باصص في الموبايل او بتعمل اي حاجه تانية غير انك تسمع المحاضره اللي قدامك. فلو انت حاسس انك مش هتستفيد تقدر تسيب المحاضره وتخرج، وانا ما بزعلش من كده، لان خروجك ده هيخليك تطلع بره تعمل اي حاجه تانية مفيده تقدر تركز في المحاضره اللي بعدها. وبالتالي ما انتش مضطر تقعد في المحاضره تعمل دوشه. تعمل دوشه هتضايق المحاضر اللي بيتكلم وفي نفس الوقت زمايلك مش عارف يركزوا. حلو الكلام؟ كده متفقين. انتوا دلوقتي دفعه 4-1 كده انا عارفكم. انا بالنسبه لي انا دكتور شريف حته مدرس في قسم طب المجتمع والبيئه وطب الاسره. كذا طب كده، طب صناعات وطب مسنين وطب البيئه، لان طب المجتمع هو كذا حاجه تدرسهم ان شاء الله على مدار الترمين الجايين، وترم 5-1 كمان معايا فاميلي ميديسن في طبعا قسم طب المجتمع وطب الاسره. فان شاء الله احنا مع بعض بندرس الترم بتاع 4-1 و4-2 انا والدكتوره حنان والدكتوره ايناس. عارفين الدكتوره ايناس؟ قابلت الدكتوره ايناس لانها بدات معاها. في زمايلكم محتاسين جدا جم يقولوا لي عايزين نبدا نذاكر ومش عارفين نعمل ايه. هل عند حد عنده هذا الاحساس من التوهان؟ بصوا يا جماعه، ماده الكوميونتي دي الدكتور اللي ورا بص في الموبايل. نتفق تاني. بص انا ما بحبش احرج حد اقول اخرج بره، دي مش من طبعي يعني، بس ممكن اعملها. فبدل انت معنى تبص الموبايل مش سامعني يعني، فيبقى مش لازمه. ماده الكوميونتي هي ماده الدش الاولى، دش 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 مليانه كلام، ولكنها مهمه جدا. مش بقول مهمه عشان التخصص بتاعي، انا خدتها كده يعني. لما لقيت ترتيبي في الكليه جاب الكوميونتي رحت لقيت نفسي انا ما اعرفش مين زمايلي، لقيت نفسي جوه كده وخدتها وخدت فيها ماجستير ودكتوراه. بالتعامل مع الماده لقيت انها مهمه جدا. كل الامراض اللي انت بتاخدها في الكليه ما ينفعش تمشي فيها من غير ما تعرف الاحصائيات بتاعتها وايه عوامل الخطوره بتاعتها وازاي نعمل الوقايه بتاعتها. كل ده موجود في الكوميونتي. كل تخصص ليه جزء في الكوميونتي بتاعه. انا هدرسك ان شاء الله في اردو، هدرسك دلوقتي انفكشن اللي هي الميزلز والجيرمان ميزلز والانفكشنز دي اللي خدتها قبل كده سمعت قبل كده، بس من ناحيه الكوميونتي شويه. هتلاقي نفسك عايزها في الاطفال، هتسمعها في الاطفال الجزء الكوميونتي تسمعها في الاطفال تاني. البطنه تسمع في الريسك فاكتورز بتاعت الدايابيتس والهايبرتنشن تسمعهم عندي دور الوقايه منها ازاي. تطلع حاجه اسمها طب مسنين في سنه ثالثه هديك منه جزء. طب الصناعات ده جزء وتخصص موجود في الكوميونتي. ايه الامراض المهنيه اللي بتصيب الناس اللي بتصيب طول. اذا هو ماده شامله لكل فروع الطب اللي موجوده، بس بتبص لها من منظور اخر، منظور مجتمعي ومنظور ازاي احنا نحمي الناس من هذه الامراض قبل ما نفكر في العلاجات. دي الاهميه بتاع الكوميونتي، بس مش كتير من الناس مقتنعين بيها، بره مصر مقتنعين بيها اكتر مننا. حلو الكلام؟ الجزء اللي هتدرسه الدكتوره ايناس في سنه 4-2 جزء اسمه احصاء، الميديكال ستاتستكس، الاحصاء الطبيه، بدانا ندرسها للطلبه في سنه كام دلوقتي؟ اولى 1-1. تخيل تخش الطلبه 1-1 تقول له احصاء، احصاء طبيه. ومين وميديا ومود بص لا عيال وقع عامل كده. طبعا احصاء طبيه إيه؟ هو اساسا مش عارف يعني كلمه فيزيولوجي. يعني هو مش عارف يعني ديزيز اساسا، فانت تقعد تقول له ميجر سو سيندر تندنسي وتش ديفايد انتو مين انت عارف اسمك اساسا، هو مش عارف اسمك، مش عارف انت بتتكلم في ايه. وهو اول مره السنه دي ربنا يكون في عونهم يعني على النظام الجديد بتاعهم بصراحه. فالجزء اللي يحصل لازم لما تيجي تخلص ان شاء الله في البوست جراديوت ربنا
يوفقك وتخلصه، تيجي تعمل دراسات عليا، او حتى وانت طالب لما تيجي تعمل بحث هتاخد عينه من البوبيوليشن، فانت لازم تعرف العينه دي بتتحسب ازاي، والنسب المرض موجوده ازاي في المجتمع، وازاي نسب العلاج، كل ده اسمه الاحصاء. انا بقولها باختصار شديد. طيب جينا بقى نبدا في فورم 1. اللي كان بيسالني اعمل ايه ومحتاج اسال انا مربوط عليها كده. اشتكيت مش كده؟ حسن مش شغال. دول مش عايزين. لا عايزين. الحمد لله. عايزين ولا مش عايزين؟ عايزين. مين اللي مش عايز؟ يبقى عايزين. فدينا قسمنا الكوميونتي عشان نبدا في فورم 1. قسمناه الى جنرال ابيديميولوجي، جنرال اللي هو الجزء اللي بدرسه الدكتوره حنان، اللي هو انا لازم قبل ما اكلمك يعني ايه ابيديميولوجي، اقول لك يعني ايه كلمه ابيديميولوجي اصلا، يعني ايه كلمه ديزيز، يعني ايه كلمه هيلث. شباب اللي ورا شويه ديفينيشنز كده لازم تبقى عارفهم. اهم حاجه في الكوميونتي عندي الديفينيشنز، مفيش جزء في ديفينيشن قدامك الا وتحفظه، يبقى الديفينيشن لازم تحفظه. جزء الجنرال ده هو اقدر اقول لك ارخم جزء شويه في الكوميونتي عشان هو تقيل، ما بتبقاش عارف راسك من رجليك فيه، رجليك فيه كلام كله مختلف عن الطب، بتلاقي نفسك في باقي حاجات بتذاكر بطنه وبتذاكر جراحه انف واذن ورمد ومحتاس فيهم برضه، بس ده يمكن شويه انت حاسس انه كلام طب وعيانين وفي رقبه زي الحركات. لكن الجزء ده تقيل شويه، فالجزء ده اللي بندرسه الدكتوره حنان بتركز فيه على الديفينيشنز وبعض الاسئله اللي احنا بنهتم بيها في امتحان الريتن. طب دلوقتي امتحان الاسسمنت ام سي كيو نعمل فيه ايه؟ الامتحان الام سي كيو ما تزعلش لو ما قفلتوش، عشان الدكتوره حنان بتجيب لي اسئله شويه محتاجه ذكاء. ده مش قصدي حاجه يعني، مش من الذكاء قد ما هو محتاجه واحد قال بالتفاصيل جدا. يعني لو انت بتذاكر وانا قلت لك شويه اسئله بتل، ان شاء الله اسئله بتل اللي بتذاكرها وحددها ممكن تلاقي نفسك جايب منها، بس هي بقى بتجيب في الام سي كيو ما بين الاسئله دي جزء اللي انت ممكن ما تبصش فيه اصلا. فممكن تلاقي بس بتنطش ايه واحده كده، بس مش معنى انك انت ما بتقفلش انك تجيب درجه وحشه، لا تنقص درجه اتنين. هي بتتهم لا مش الدرجات، لا مش الدرجات، ما تنقصش كتير كده. لو انت مذاكر كويس وقاري كل الاسئله، الامتحان هيبقى المفروض حسب كلامها هي زي النهارده اظن يوم السبت الجاي، بتجيب موديولز مختلفه كلها. موديولز قاعدين جنب بعض، اقعد زي ما انت عايز، بس اللي جنبك غير اللي جنبك غير اللي جنبك. والموديول بتاعك نفسه بيتكرر تاني بس ترتيب اسئله مختلف. فانت ما تحاولش تلف رقبتك لانك مش هتعرف تاخد منه حاجه. عشان بس ايه ما تعملش شباب، فانت حاول ان شاء الله انك تقرا التفاصيل، انت بتقرا الكتاب تقرا التفاصيل بتاعته لو انت حابب تقفل الام سي كيو. لو الدنيا بالنسبه لك يعني شغال مش فارق معاك اول نقطه او اثنين هتخسرهم في الام سي كيو، اديك بتقرا الاسئله بتاعت الريتن اللي هنتكلم فيها. الريتن بتاعنا في الميد تيرم من 60 درجه مش كده؟ 60 ريتن، وقبل الميد تيرم كويز من كام؟ 10 20 20 ايوه 20 قبل الميد تيرم و20 بعد الميد تيرم، يبقى 40 و60 ميد تيرم قديميه و60 فاينل ريتنج و40 كورال تقسيمه الدرجه. هلا الدكتوره ايناس عندها 20 درجه، الدكتوره حنان 20 درجه، يبقى هيك توتال 40 تمام، يبقى 40 كويز 40 كويزات، 20 قبل الميد تيرم المفروض 20 بعد الميد تيرم كويزات. لا هم ال 40 مع بعض، 40 على بعض قبل الميد تيرم. طيب 20 20 20 والله الدكتور ايناس 20 يعني هم قالوا له قبل 40 درجه بالذات، ايوه، وبعدين 60 ميد تيرم، وبعدين بقت 100. طب والفاينل؟ ده كان قبل ما الكوزات تخلص، ده قبل ما الكلام ده قبل ما نراجع الميد تيرم. اللي قبل الميد تيرم النظام اللي موجود حاليا اللي فيه ميد تيرم 20 اسسمنت 1 شباب ورا. لا مش بكلم نفسي والله، ما بزعل لو خرجت، ازعل وانت قاعد في وشي وبتتكلم. مش عارف بعدين تختار ايه؟ ها ارفع ايدك تختار ايه؟ هتقعد، شكرا. 20 اسسمنت 1، 60 ميد تيرم،
20 اسسمنت 2 كده كام درجه؟ 100 60 فاينل 40 اورال. الاورال ده يعني بيبقى ما شاء الله هديه يعني بجد درجات الاورال عندنا كويسه جدا كلها يعني 4 35 36 كده يعني اللي بيجيب اقل من 30 ده اللي هو ما تكلمش خالص وصعب بعد ما تمتحن اسسمنت وتمتحن ميد تيرم وتمتحن فاينل ما تتكلمش في اورال انا مش بمتحن واحد اخلص يعني. فالجزء بتاع الدكتوره حنان ان شاء الله اللي هيبقى يوم السبت الجاي يبقى فيه اسسمنت 1 هيبقى فيه 20 درجه حسب كلامها معاكم هيبقى ام سي كيو كله ومن قلب الكلام اللي هي بتقوله. تيجي جزء بقى الدكتور خلصت انت كده معاها الجنرال ابيديميولوجي عرفت يعني ايه كلمه ديزيز يعني ايه كلمه ابيديميولوجي يعني ايه كلمه بريفنشن يعني ايه كلمه كنترول تروح داخل على سبيشال بعد كده اللي بيدرسه مين؟ دكتوره ايناس وانا انا بديك الدروب انفكشن والفود بورن ديزيز الامراض اللي بتنقل عن طريق دروب انفكشن والفود بعد كده والدكتوره ايناس بتديك البارازيتك ديزيز والكونتاكت مش كده؟ والسيكشوال ترانسميتد ديزيز ده الجزء بتاع الدكتوره ايناس فانت لما انت تكون فاهم الجزء الجنرال ده كويس منها هتقدر تكتب في الامتحان الحاجات السبيشال ليه؟ هي المفروض التقسيمه جايه ازاي؟ هو المفروض انه مثلا انا بسالك سؤال عندنا في الكومنتي سؤال البريفنشن والكنترول ده سؤال جاي بتاع اي حاجه خش على اي ديزيز تحفظ فيه البريفنشن والكنترول. احيانا الدكتور ايناس بتطلب ابيديميولوجي في بعض الامراض بتبقى قليله انا عايز الابيديميولوجي بتاعه زي الهرزيليزيس زي الميلو فيفر بتبقى طالبه فيه. فانت بتعمل ايه؟ وانت بتذاكر الدرس احفظ سكيما ثابته في دماغك. احفظ سكيما ثابته في دماغك، يعني لو انا هعمل قلب الاستوديو اهو، لو اقول لك الامتحان قبل ما اجيب، هجيب لك سؤال بريفنشن. يبقى البريفنشن بتقسمه حاجتين، جنرال وسبيسيفيك. الشاطر اللي يكتب دلوقتي اللي انا بقوله. اسئله البريفنشن والكنترول في الكوميونتي مهمه قوي. جنرال اقول لك بريفنشن اوف ميزز. بتروح كاتب جنرال وسبيسيفيك. والجنرال بتقسم لحاجتين من الامراض يا اما اير بورن يا اما فود بورن. يبقى الجزء بتاعي انا بدرسك الاير بورن ديزيز الدروج انفكشنز وبدرسك الفود بورن ديزيز اللي بتنقل عن طريق الاكل صح؟ ففي الجنرال هتكتب في الاير بورن الكام نقطه دول؟ افويد اوفر كراودنج نبعد عن الاوفر كراودنج افويد نعمل جود فنتليشن فتح الشبابيك جود فنتليشن good nutrition healthy education healthy promotion حلوه دي تروح كاتبهم كده في اي دول هتكتبهم في الامتحان اللي جاي هتكتبهم ها healthy education و healthy promotion عشان دكتور جنرال سبيسيفيك جنرال انا بدرس في الجنرال الجنرال بتاع مين؟ بتاع الـ born disease او بتاع droplet infections كلمات ثابته بتقولها في كل الامراض افوت اوفر كراودنج good ventilation, good nutrition, healthy education, health promotion. ventilation, nutrition, education, و health promotion, و health education, هذه الاثنين هيلث و avoid overcrowding. حلو جدا. طب حلو ده. طيب الفود بقى برضه في الجنرال يبقى الحاجات اللي بتحافظ على الاكل. هنقول اول حاجه food sanitation, food sanitation نظافه الاكل. ووتر سانيتيشن نظافه الميه جود نيوتريشن التغذيه الصحيه هيلث اديوكيشن هيلث بروموشن لان الهيلث اديوكيشن جزء من التوعيه جزء من البريفنشن اوف ديزيز التوعيه الصحيه التوعيه دي والتثقيف الصحي موجود في كل الامراض تكتبه بقى عشان كده في طلبه اذكياء جدا تخش الامتحان بيكتب لي الكلام العام ده يبص لنفسه خد نص درجه السؤال من غير ما يعرفه اصلا من غير ما يشوف دي حاجات عامة في الجزء الجنرال يبقى انت خدت نص الدرجة مش نص قوي يعني ربع الدرجة في أسئلة بيبقى فيها نص الدرجة ده ممكن يكون نص الدرجة ايه الأسئلة اللي ممكن يبقى فيها جزء من السؤال عليه جزء أكبر ولو ما كتبتوش أزعل منك اللي فيه سبيسيفيك بريفنشن بقى السبيسيفيك اللي هو الفاكسين التطعيم السبيسيفيك ده يا إما فاكسين تطعيم يا إما كيمو بروفلاكسيس اللي هو الدواء اللي بديه جرعه معينه كنوع من الوقايه. حلو ده؟ يبقى يا اما تطعيم والتطعيم ده الفاكسينيشن بتاع الديزيز بعرف فيه ايه اكتب تحتيه بعرف اسمه نيم اسمه ايه؟ تايب نوع الدوز بتاعته بدي الجرعه بتاعته قد ايه؟ روت اوف ادمنستريشن بديه ازاي؟ والتايم بتاعه بديه امتى؟
يبقى نيم تايب تايم روت اوف ادمنستريشن والدوز بتاعنا قد ايه، كل ده تكتبه في السبيسيفيك. شوف انت شوف التقسيمه دي لو انت كتبتها لي في الامتحان وكتبت جواها التفاصيل مش مظبوطه قوي اعدي لك، بس اعرف انك انت بتعرف تكتب بتفكر صح. في حين واحد تاني يكتب الحاجات بلخبطه جوه بعضها كده، انا احتاج ما اعرفش بس يكون كاتبها صح كلها. ده احس ان هو ايه جاب معلومه هنا معلومه هنا، ممكن يكون غشها كمان، لكن لما يكتبها بالطريقه دي اعرف ان هو منظم وبيعرف يكتب كويس. واللي انا بقوله ده مش يمشي في الكوميونتي بس، يمشي في اي ماده من مواد الكلينيكال. حضرتك داخل فوق 1، مش بقول لك انسى الاكاديمي، بس بقول لك التفكير وكتابه الامتحان والاجابات في الامتحان مختلفه تماما عن الاكاديمي. انت المفروض هو بيتعامل معاك على انك انت دلوقتي طبيب، يعني بيتعامل معاك على كوخك اكبر من مرحله الاكاديمي. الاكاديمي عندنا انا بحس شويه انها مهديه على ثانوي على مدرسه كده، احفظ اكتب رص اكتب هتخش عملي اكتب. لا كلينيكال انت المفروض مخك بقى اكبر، تفكيرك اكتر اكبر شويه اشمل، المفروض انك بتقرا من اكتر من مكان، وبناء عليه هو بيعاملك على هذا الاساس، هو بيصحح وبيقرا. ولما بيسالك وما تتفاجئش انك انت تقول اصل دي من بره الورق، الكلمه دي بتضايق الناس جدا في الكلينيكال، مفيش حاجه اسمها من بره، مش عارف تجاوبها اسكت، لان هو عارف ان هو بيسالك هو عارف ان من بره، هو عارف ان الكلام ده من بره، هو عايز يشوفك هتفكر فيها ازاي هتجاوب فيها ازاي، وبعدين يقارن ما بين دي فكرت ازاي ودي فكرت ازاي وده فكر ازاي ودي الدرجه. هو ده الكلام، لكن تقول اصله من بره، ايوه ايه في سنه 2018 تقول من بره الكتاب دي؟ مفيش حاجه اسمها كده. وانت قاعد تذاكر على الكتاب قاعد الموبايل فيه 24 ساعه، وانت قاعد تذاكر يا اخي اكتب الدرس اللي قدامك واقرا فيه معلومتين زياده كده، هتزود من ثقتك في نفسك في الدرس، وهتزود من شكلك قدام وتحسن شكلك قدام من التايم سواء كان ليتل او اورا. الكلام اللي بقوله ده مش صعب، يعني مش صعب تنفيذه، بس هو ده اللي بيميز الناس التانيه. الشيء المهم جدا في الكلينيكال في المذاكره، ارجوك ارجوك ذاكر اول باول. دي نصيحه بقولها لك وبقولها لكل الناس على مدار السنين وهم الاوائل، دي الطريقه اللي تنفع معاهم. طب اذاكر اول باول ازاي وما عنديش والحاجات تبقى كتير جدا؟ مجرد قراءه. يوم خدت الدرس النهارده عندي روح البيت، انت عايز انت يعني مش بقول لك اقعد احفظها بقى حفظ بتاع الامتحان، لا افتح الكتاب. الراجل ده اتكلم عن الميزز النهارده، هقراها بس مش تاخد معايا 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه، مش وقت يعني. صدقني بتفرق، بتلزق في المنهج بنسبه معينه. انا لما اقول الكلام ده كل الدفعات اللي كانوا معايا تقريبا من الدفعه اللي بيلتزم بالكلام من 10 ل 20% والتانيين الباقيين ما بيلتزموش. ويجي اخر الترم يصوت من تكدس الحاجات. لو عمل كده مش هيصوت، مش هيصوت قوي، بس هيصوت بس مش هيصوت قوي، لان الحاجات نوعا ما هو واخد فكره عنها. تخيلي نفسك كده جاي اخر الترم تفتح الكلام خزعبلي مش فاهماه. ساعتها كنت فاهمها ساعه خدتيه المحاضره، بس دلوقتي مش قادر تسترجعيه عشان فات عليك كتير. لكن لو قريته النهارده بعد ما تروح هتبص تلاقي الموضوع فرق معاك. يبقى اذا هنذاكر اول باول بقدر الامكان، تقدر تبص على مصدر تاني تدور على الدرس بتاعك تعرف عنه معلومتين كده. ويا سيدي لو مش هتعمل كده بس بص في كتابك اللي معاك يومها واعرف الدنيا ماشيه ازاي، هتلاقي نفسك في اخر الترم قادر تلم. تاني قلنا بلاش التعامل بطريقه الاكاديمي، فكر شويه خلي مخك واسع وانت بتكتب في الامتحان. مفيش حاجه اسمها تخش سؤال يا من الورق يا بلاش، ما ينفعش. جاني سؤال وانا مش عارف، جاني سؤال عن ريفيشن اوف مننجايتس وانا مش مذاكر مننجايتس مثلا الدرس اللي هاخده دلوقتي. طب ما الراجل ده في المحاضره دخل قال ريفيشن ده يعني جنرال وسبيسيفيك، طب اكتب له شويه جنرال وسبيسيفيك ربنا يعيننا فيه. لو عرفت افتكر كلمه الفاكسين بتاع البولي ساكرايتس الفاكسين حلو، ما افتكرتوش يبقى انا ما خدتش درجه خالص. لكن الطريقه بتاعت انك تروح كاتب لي سؤال تاني خالص مش مذاكره بس عشان انت مش عارف ده، فكتبت سؤال انت مذاكره اللي هو اصل انا مذاكره جاي من البيت هروح اجيب كده. انا كان جاي من جيس بس انا مذاكر تي بي، طب ما اكتبه يعني المشكله يعني، وانا مش هروح بالسؤال. لا والظريف التاني بقى اللي عامل لي ايه بقى؟ ده انا شايفه في الامتحان بصحح له كاتب الاجابه بتاعت سؤال ويكررها 15 مره ورا بعض على اساس ان صح مش بيقرا. ده ما عنديش تفسير تاني غير ان هو معتقد ان المصحح مش بيقرا، فقال لك هيبص كده يلاقي ورقه مليانه كلام زي الفل ومن الدرجه اطلاقا.
من اهم الاسباب اللي بتخلي التصحيح بتاعك اخر ان احنا بنقرا الاسئله نقرا الاجابه. الورقه بيصححها اكتر من مصحح، مش اكتر مصحح للنفس ولا الورقه. كل واحد كان السؤال الاول فلان، السؤال الثاني فلان، السؤال الثالث فلان. ولما تتجاوب ده وتنزل من القسم انه يبقى عندك كنترول كده ان انا صحح ده وده وده، فبالتالي ما عنديش مشكله حتى لو انتوا عددكم 400 انا صحح سؤال ولا سؤالين، فهقعد بقسمهم على كذا يوم فهقعد ما اقراش ليه يعني. فبلاش انك انت الحاجه اللي انت مذاكرها تروح تكتبها لدرجه انك انت حابب تشككني والسؤال ده جاي في الامتحان ولا مش جاي، تروح تطلع على تحصيله وباصص السؤال ده مش موجود اصلا بس هو عشان مذاكره فانا اكتبه. لو كتبت لي اي كلمتين انت عارفهم قريبين من الموضوع الموجود احسن بكتير من انك تكتب سؤال مش معروف. حلو؟ اتفقنا؟ عرفنا تقسيمه الدرجه، عرفنا الجزء بتاع الدكتوره حنان بيجي ازاي في الامتحان في الام سي كيو، شويه عايز تركيز وتقرا كويس جدا الكتاب بتمعن اكتر، قسمه من اول ما تبدا النهارده قسم الكتاب جزء او الاجزاء اللي خدتوها كل يوم تقرا شويه لحد ما يجي يوم السبت الجاي معاك الامتحان هتحفظ بالليل، هتعدي الام سي كيو على خير ان شاء الله تجيبه في درجات كويسه. مترم بقى لا الاسئله بتختلف. انت لو بصيت في الامتحانات القديمه هتبص تلاقي الاسئله كلها بتدور حوالين كم موضوع كده هو اللي انا عايزك تعرفه سواء كان عندي او عند دكتور حنان. انا ببدا دايما في المحاضره بحاجه اسمها ايس بريك. شايفين الحيوانات دي؟ مش عارف. لو انت هتبقى حيوان من دول مش بني ادم يعني، مين يحب يبقى اسد؟ اسد فين؟ انت بس؟ يا رجاله فين؟ اسد؟ انت بس؟ طيب ده صقر ده؟ صقر؟ فين؟ انت صقر؟ ده الصوت مش طالع، روح انت صقر؟ نفسك تبقى صقر. جميل. فين؟ فين عايز تبقى فين انت نفسك الاحساس بقى ده؟ خلي بالك الكلينه كان ممكن تطلع زلزال مع محطه الكلينه كده. دكتور عصفوره، ده عصفوره ولا ايه؟ هناك عصفوره، مين عصفوره؟ مش متعاونين انت برضه تمسك حاجه تمسك حاجه تطير يعني. مين عايز يبقى عصفوره؟ يطير؟ فيبي برضه عايز تبقى عصفوره، قطه يعني يعني انتوا مش متعاونين على فكره، مش عارف عايز تقول ايه بالظبط، يبقى اقدر اقول عليكم ان انتوا فيه، قصدي القطه برضه. حديقه حيوان متنفذه. حصان. البنات في الموضوع في الايس كريم ده البنات معصوم وبعدين بحصنهم. حصان فعلا؟ ايه فهد بقى؟ مين عايز يبقى فهد؟ واضح ان معظم الناس راضيين بحالهم عايزين يبقوا بني ادمين كده. ماشي. Prevention is going to be cheaper and more effective than waiting for the pandemic to occur. Prevention لما وسائل تستخدم وسائل الوقاية المعتادة اللي احنا هنتعلمها بتبقى أرخص ومؤثرة أكتر من إن أنا أستنى لما يبقى ديزيز بانديميك. يعني إيه كلمة بانديميك؟ منتشرة. منتشرة إيه؟ في الكانتريز. وورد وايد. حلو قوي. ده سؤال بيجي في الامتحان بيتكرر جدا سواء ام سي كيو او ريتن. كلمه بانديميك وبانديميك وسبوراديك واوت بريك ده سؤال بيجي في الامتحان ام سي كيو هتلاقيه في كل النماذج موجود. بتكتب لك الديزيز وتكتب لك ده بانديميك ولا انديميك او تكتب لك معنى كلمه ابيديميك يعني ايه؟ شراب ورقه. دي اخر مره. اتفقنا؟ مش هتزعل لو خرجت بعد كده. ده سؤال بيجي في امتحان تحت عنوان عندك في الكتاب باترن اوف ديزيز موجود عندك في الاول خالص. انا لو عندي مريض سكر وعلمته شويه اكسرسايز كلام فاضي يعني وشويه لايف ستايل موديفيكيشن وقلت له ده الاكل الصحي تاخده مش عارف ايه الكلام مش هيكلفني حاجه صح؟ رخيص. لكن لو هو لا قدر الله جاله مرض السكر هيكلفني انسولين هيكلفني هايبوغلايسيميك وادويه ده بترهق بترهق الاسره والمجتمع والدوله كلها، ميزانيه لوحدها في علاج الامراض المزمنه. بيبدا بقى في دروب الانفكشن ببرد اسمه الميزلز.
دول الانفكشنز بشكل عام بتتنقل بطريقه واحده هنشوفها دلوقتي ثابته تكتبها في كل ديزيز. انا الظريف عندي في كل حاجه ماشي على كل نفس الطريقه. الحاجه اللي بتختلف هو السبيسيفيك بريفيش بيفرق الواحد من التاني، نوع التطعيم واسمه. شكرا. باقي الحاجات بتتنقل بمودوس ترانزميشن واحد اللي هو دروب انفكشن الاير بورن ديزيز دايركت تو اندايركت. دايركت يعني بالسنيزنج او الكف بالكحه، كحه في وقت زي كحه كده اهي، هتكح هتنقل دروب انفكشن سنيزنج او كافين او الحاجات اللي بتتنقل بالرذاذ على طول. طب الاندايركت ان انا اعمل تاتشنج للفومتس او اي حاجه بتاعه الراجل اللي عنده المرض، كح او عطس في الحاجه وانا جيت لمستها بعد كده، يبقى هينقل المرض. كل دروب انفكشن بتتنقل كده. شايفين الميزز شكلها ازاي؟ اللي هي الحصبه طبعا شكل الحبوب بتاعتها هنشوفها بشكل افضل بعد شويه. الابيديميولوجي البوزيتيف ايجنت بتاعنا، كلمه ابيديميولوجي يعني انت بتكتب فيه البوزيتيف ايجنت، الايج بتاعه مين، اكتر وقت بيجي فيه كده الكلام. كلمه ايه دي؟ كلمه ابيديميولوجي يعني ايه؟ حد قراها في الكتاب؟ علم الدراسه على الناس، بدرس الموضوع بتاع المرض ده على الناس. فالسر بقى مين هم اكتر ناس بيجي لهم المرض والكلام ده. الفيروس نفسه اسمه ميكس جروب اوف فيروس which is very sensitive to the environmental condition. يبقى ده جزء خدناه في الفيرولوجي مع في مايكروبيولوجي، بيقول لك هو النوعيه او السلاله بتاعته بتاعت الفيروس ايه هي؟ السورس اوف انفكشن هو مش باين الكلام ولا ايه؟ بس موجود عندك في الكتاب، لان معاه الكتاب الاقي نفس الكلام. قول لي هيومن سورس ان ذا فورم اوف كيسز الكاريرز ار نوت نون تو اوكير. الفرق بين الكيس والكارير؟ كيس يعني واحده اي مرض. ها انتوا في الكلام ده؟ مش شطار قوي ما شاء الله عارفينه، دي اسئله امتحان. يعني في الامتحان بتيجي تقول لك الكارير والكيس، الكارير اللي هو اللي يعني بتكتب لك الديفينيشن وتقول لك ترو ولا فولس، تبقى عارف على طول. فالفرق ما بينهم ان الكيس هو اللي عنده ايه؟ سيمبتومز وساينس، لكن الكارير ما عندوش. حلو الكلام. انواع الكارير مهمه قوي، سؤال ام سي كيو ريتد اللي هو الكونفاليسنت والكرونيك دي سؤال بيجي في الريدل. التايبس اوف كارير انواعه والابيولوجيكال امبورتنس بتاعته، ايه اهميه الكارير بالنسبه لك؟ اللي بيركز ويسمع ويكتب معايا هيطلع في الاخر في الامتحان بتاع الميدتيرم. مود اوف انفكشن ازاي؟ دروبلت انفكشن تايبس اوف كارير وايه؟ دايركت كونتاكت ويز نيزل وثروت سكريشن، يبقى من النيزل سكريشن والثروت سكريشن ممكن انقل المرض. الاندايركت ذيس كومن باي اير بورن دروبل كيكليات ثرو ذا يوز اوف كومن بيشنت ارتكلز. استخدمت البيشنت ارتكلز هتلاقيني معلم على كلام الاحمر كده، علم عليه في الكتاب عندك شكرا، كتبته في الامتحان انا شفته ولا بصحح خلاص. مش معنى كده مش بقرا الكلام، لا بقرا الكلام برضه، بس في كلمات مهما انت كتبت لغي في الامتحان ما كتبتليش دي، انا بالنسبه لي ببقى مش مبسوط زي ما انا مش مبسوط من بيتكلم مع ليلى كده. لا العلم خلاص انت بتتكلم في العلم ماشي. كيس ديفينيشن اوف ميزز يعني ايه كلمه كيس ديفينيشن يا فندم؟ كيس ديفينيشن دي يعني انت مفروض انه في جايد لاينز ماشي عليها عشان اقول ان الكيس دي هي ميزز. في كاركترز، في كريتيريا، في سيمبتومز وساينز بتظهر على الحاله، اول ما الاقيهم ابقى خلاص كده عرفت الحاله كده. ما في الكيس بيقسموها الى بروبابل وديفايند و سسبكتد كيس، سسبكتد وبروبابل وديفايند. بدرجات معينه لما بيظهر عليها حاجه يبقى انا دي سسبكتد مشكوك فيها. طيب الحاجات اللي تزيد عليها تبقى بروبابل احتماليه اكبر. ديفايند كيس، كونفيرمد كيس، يبقى زي الحاجات دي. ايه بقى الكونفيرمد جنرالايز؟ مايكرو باكولار ريش، الكلام ده سمعتوه في الفيرولوجي قبل كده ولا ما سمعتوش؟ ميزز ما سمعتوهاش في الفيرولوجي؟ يعني في ناس بيظهر لمده 3 ايام او اكثر، فيفر اتليست 38 هوت تو تاتش سخن قوي، وان وذ وان اوف ذا فولور كاف وكرايزا ورانينج اللي رانينج نوز وكونجكتيفايتس في العينين، الكونجكتيفا يبقى فيها التهاب ويبقى فيه كاف وكرايزا ثلاثه بالسي، واحده منهم مع الحاجتين دول الماكرو بابلر ريش مع الفيفر نقول ده حاله ميزز على طول. لو شفناه في البيت نقدر نميزه دلوقتي خلاص احنا عرفناه. لو شفت في البيت ماسك الموبايل ورا نازل الموبايل لازم كنت بتكتب اللي بقوله يبقى ماشي. ديستريبيوشن بتاع الحاله الايج انفانتس ار بورن وذ باسيف اميونيتي ويتش لاست فور 6 تو 9 مانثس بيتولد
البيبي الصغير لسه مولود بيبقى عنده بس الكوميونتي واخدها من الام بتقعد من 6 ل 9 شهور. After that infants and children become susceptible usually infection occurs after the second year of life السنه الثانيه. In general infection acquired in the first 10 years of life اول 10 سنين الطفل بيجيله الحصبه نتيجه انه خلاص ما بقاش عنده الكوميونتي اللي كان واخدها من الام. يبقى after the second years of life شوفوا اللون ايه رايكم في الالوان اللي انا عاملها؟ حلوه؟ مركزه اللي ورا شايفها كويس؟ طب حلو. After the second year of life in general يبقى في first 10 years. Community which occur after infection is solid life lasting community بتقعد مدى الحياه لو جات له ميزز يبقى long life community. Both sexes are equally affected المين والفيميل زي بعض واني سوشيال كلاس ولكن اللور سوشيال كلاس هو اكتر. طبعا ليه؟ مفيش جود فنتيليشن شفت ازاي؟ يبقى انت الريسك فاكتورز اللي قلتيها هناك واللي هتقول فيها في البريفكشن بعد كده انا قلت لك الريسك فاكتورز بتاعت الميزز يبقى اللو سوشيال كلاس ده اهم حاجه عشان مفيش جود فنتيليشن وفي الاوفر كراودنج وباد هاوسنج. يعني ايه كلمه باد هاوسنج؟ العوامل المنزليه سيئه، البيت مش ايه مش نظيف ومش مؤهل لكده. وعلى فكره انا لا اعفي البيوت الفقيره من انها تساعد نفسها في البرميشن اوف انفكشن. ليه؟ لان وسائل المكنه اللي بتاعتها كلها مش محتاجه فلوس. لما اقول له جود فنتيليشن وفتح شبابيك، بس هو محتاج توعيه، محتاج حد يقول له. لما اقول له افتح شبابيك، لما اقول له بلاش الزحام والكونتاكت بين الناس وبعضها، مش بقول له انك ايه اصرف. دي حاجات محتاجه وعي بس عند الناس. لما اقول له خلي في نظافه بشويه ميه، ما بقولوش روح حد يدوب الصابونه بتاعت نجوى ابراهيم. لا، شويه ميه وصابون عادي جدا. نظافه شخصيه، نظافه منزل، رش، فتح. عندنا في الارياف بتبقى ناس ما عندهاش او معدمه بس بياخد باله من نظافه المكان. في بيوت في الريف لسه مش متبلطه، عارفين كده ولا لا؟ ما فيهاش بلاط اصلا. يرشوا ميه في الارض ويخلوا ميه ويخلي الارض نظيفه. لحد دلوقتي ما افتكرش ان البيوت كلها بلاط، لا، في الارياف، في الصعيد او في اماكن ثانيه في لسه البيوت بدائيه، فيها لسه طين وفيها ارض مش متبلط، بس تلاقي زي الفل. شبابيك مفتحه، الشمس داخله من كل مكان، الارض مرشوش فيها ميه، الاولاد نضاف، هو ده المطلوب عليهم اي تكلفه. طيب التايم ديستريبيوشن طبعا سيزونال، تفتكروا تنتشر امتى الميزيز؟ فصل ايه؟ شتاء. مقفل بقى وبتاع والناس الكوميونتي بتاعتها في الضياع، فبالتالي في السبرينج وفي الوينتر والسبرينج. هو سيزونال فلكتويشنز يعني في مواسم بيزيد ويقل ولكن اكثرها في الشتاء وفي الربيع. بيقول لك ان الميزز عندها حاجه اسمها فلكتويشنز اوفر ابيريد اوف تايم اوف 10 تو 3 ييرز نون از سايكليك ترند. سايكليك ترند دي يعني بنمشي في سايكل كده وكل سنتين ثلاثه يحصل حالات زياده في عدد الحالات. This periodicity was before the compulsory vaccination of measles, pre-vaccine era. The explanation of the cyclic periodicity of measles is that when an epidemic occurs, it involves the majority of susceptible during the following 2 to 3 years, accumulation of new susceptible occurs as a result of this. Blah 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 blah. مش مهم. سيبوا البريودستي. The place where measles is an important disease throughout the world, it was both epidemic and endemic. Epidemic اللي هو ايه؟ لا الاكاديميك يعني لا مش هقول لك مالتيبل اوت بريك في نفس البلد. لا انا عايز كلمه في الاكاديميك حد يقولها لي بس الكونتري صدق unexpected increase in number of cases. هي دي الكلمه unexpected increase in number of cases اللي مش وقت تبقى دي الاكاديميك. World wide distribution يبقى الاكاديميك. increase in localized area هتبقى اوت بريك. في كلمه كده تكتبها localized area الاوت بريك دي يعني يحصل ايبيديميك بس بشكل مسرع في مدرسه في معسكر في كامب راحوا كلوا اكله اتسمنهم بعدد كبير جدا ده اسمه اول بريك. شربوا من مصدر كان في حاجه اسمها من فتره كنت لسه مش عارف عارفين قريه اسمها سنسطه كان عندهم مصدر ميه لما كانوا بيجيبوا ازازه الميه ويتريقوا ويقولوا دي عامله زي المشاريب مش عارف ايه والميه نازله من حنفيه شكلها اسود كده ده سورس اوف ووتر ده بيعمل يعني اول بريك محترم كلهم شربوا بنفس السورس عدد حالات من البويزنج رهيبه بقى. فبالتالي بيتبعوا حاجه اسمها
مش هتاخدوها طبعا في الفود بويزنج ستيبس في اول بريك انفستيجيشن. تبدا الوزاره ووزاره الصحه كله يتحرك عن مصدر العدوى ويبدا تشوف موقفه ازاي وتشوف عدد الحالات بتوم هناك. ده اسمه اول بريك حاجه كده. طيب مين الاندمك؟ الاندمك ايه الاندمك في مصر؟ ها؟ ايوه بلارزيز اندمك متوتر. متوتر موجود نورمال بريزنت مش نورمال طبعا لكن موجود الهوست والايجنت والانفايرمنت. الهوست اللي هو انا حضرتك البني ادم المصري الغلبان والايجنت الهرزيه نفسها المسببه والانفايرمنت العوامل البيئيه المساعده. فالمرض قاعد ومستقلس الهرزيه قاعده عندك في مصر عشان عندك دوده الهرزيه نفسها والسنين بتاعها اللي بينقلها. دكتوره هبه طبعا شاطره بالكلام ده بالتفصيل في الهرزيه. ففي البرازيت موجود والعائل الهوست موجود والانفايرمنتال فاكتورز اللي بتساعد على انتشار المرض موجود. صبر من عندك يا رب. طيب ايكولوجي اند انفايرمنتال فاكتورز. الايكولوجي العوامل المسببه والعوامل البيئيه المسببه. بور انفايرمنت نيوتريشنال النيوتريشن ستاتس بتاعت الناس. البور انفايرمنت للتشيلدرن كونتراكت ميزلز ات ايرليير ايج ديو تو اوفر كراودنج اند لاك اوف فنتيليشن. حلو ده؟ اديك عرفت البريفنشن اصلا من قبل ما تعرف الريسك فاكتورز. النيوتريشن اندر نورشت تشايلد مي هاف هاير مورتاليتي. يعني ايه كلمه مورتاليتي؟ وفيات موربيديتي مرضى. كلمه موربيديتي يعني مرضى انه يمرض كيو ديزيز. وكلمه مورتاليتي يعني وفيات. هو في ورقة بتيجي فيها غياب ولا لا؟ في ورقة بتمر بتيجي فيها غياب؟ ما عندوش ما عملتوش. طب اعملوا ورقة حتى كل يعني كل مجموعة تاخد ورقة كده. طيب لما جه صوت انا مش نازل الكتابة ما بتاخدش صوت تتكتب وانت ساكت عليها. بعدين تكنيك اوف ماتيرنال ديفيشنسي ريجاردنج انفنت اند تشايلد كير. يعني الرعاية الأمومة والطفولة. رعاية الأمومة والطفولة ده بيتوقف عليها حدوث المرض من عدم. يبقى اول حاجه بورد انفايرمنت، ثاني حاجه نيوتريشن، ثالث حاجه ماتيرنال اند تشايلد هيلث كير. صعبه؟ ها؟ لا انا عايز سؤال عادي، شوف تعالى. ايكولوجي يعني السبب؟ ايه؟ ايكولوجي يعني السبب؟ لا لا مش شرط، عشان بالصف ده يعني بيبقى حصل عندها انت واتس موجوده عندها من زمان نتيجه ان هي صغيره، انت قصدك ولا حصل لها كبيره؟ لا حصل لها حصل لها طبعا. بس هي انا ما بصادفش كتير ناس ما جالهمش ميزز يعني. ولو ما جالهاش بتاخد تطعيم بيبقى عندها انت واتس موجود. ما جالهاش دي لما تيجي تكبر تاخد التطعيم. تمام ماشي. كلينيكال بيكشر يا اولاد. الكيوبيشن بيكشر يعني ايه؟ دي ما فيش امتحان مش هتيجي فيه. بص احتماليه وجوده في امتحان الام سي كيو 100% وفي الريتن يعني 80-90%. سؤال انكيوبيشن بيريود يعني ايه الديفينيشن بتاعها؟ يعني ايه ايبيديولوجيكال امبورتنس بتاعتها؟ ايه اهميتها؟ حد فاكر اهميتها ايه؟ لا تعملك بريفنتيشن. بريفنتيشن دي لو انا اكتشفت المرض بدري لو في اي ها؟ عالقوا بدري صوت كده؟ تحفه انتوا شاطرين على فكره انتوا بتجيبوا درجات كويسه. الكريتيكال مانيفستيشن ذا كورس اوف انس انتو تو ستيجز. بردروما بيرتربتيف ستيج في البردروما ولا بردروما اوف ذا ديزيز اللي هي انه السيمبتومز اللي بتبان عليك بدري بتقعد من ثلاث لاربع ايام. كاركترايزد باي سادة كونسيت اوف فيفر ماليز سنيزنج رانينج اوف نوز بريدنس اوف اي tiny white spots of contralocipital space known as complex spots. دي مهمة جدا complex spots بتبان في البكرة الدريبيا الميكوزا. يبقى أنا عندي في فترة بتقعد من ثلاث أربع أيام يبان عنده هذه الأعراض مكتوبة في كتاب صح؟ عشان مش باينة قوي هنا مش مكتوبة؟ بردروما مكتوبة بردروما ستيج مهمة قوي. إيه؟ شوف يا أولاد كده بكرة كافيتي أهو قدامنا شايفينه؟ بيبان قدامنا الكوبلكس بوز. تفتح بق الطفل الصغير عندك في البيت تلاقي الوايتش على السيمتس بيز. يبقى السيما و بيبقى كده تفتح بقك يا حبيبي الدكتور عشان كده تروح دكتور الاطفال بقى معايا حد
بس يمسك طلب الريزلت ينزل ويشوف اه الحصل خلاص فوق بيكس بوز بدري. الله عليك انت بتاخدها كلها على بعضها بالهيستوري وباقي السيمتومز الموجوده والحاجات اللي بنت عليه ما هو ده التشتل ده بقى اللي فجأة الهيستوري اللي بتتعلمه في الطب لما تيجي بقى لما تعرف الفانجل انفكشن ايه ده اللي جوه ده والراجل وايت سخن وعنده رانينج نوز وعنده فتيج وعنده ماليز وعنده نوزيا كلها على بعضها كده تخليك تقول دي كومبلكس سبوتس بتاعت الميزز مع السن بتاعه مع الهيستوري خد تطعيم ولا ما خدش. اتفضل اتفضل يا شباب اتفضل دكتور اتفضل بعد اذنك انت قول لي جنبك اتفضل معلش انا اسف. شباب اللي ورا بقى صعب عن بعض شويه اقعد كده يا شباب ايوه كده بس دكتور عاش ايه القرح دي بالظبط؟ دي مش كره دي مش كره زي سبوتس لونها ابيض دي العلامه المميزه للميزز دي هتشوفها ان شاء الله في دي محتاجه عشان تشوفها تروح عيادات خارجيه في الاطفال صعب يبقى حالات كده محجوزه وتشوفها في الدور ممكن يبقى في عيادات خارجيه لما تيجي تتشخص طفل او في الطوارئ لو مامته جايبه فيفر ورانج نوز ممكن تشوف الكوبلكس سبوتس مع طبعا الحاجات اللي شفناها كلها في البرودروما تمام بيرفت في ستيج يبدا بقى الجود السبع ايام في ماكلو بابرا راش كده تظهر الراش على جسمه اللي شفناها في الاول خالص بيهايند ذا اير في الاول بعد كده رابل من فوق في ذا فيس تخش على النيك افكتنج ذا بادي اند لامبس تبدا تنزل بقى لتحت كده شوف بدايه بص الراش كمان تعقيبا على سؤالك حد كان بيقول لي الفنجل الراش كمان بعد شويه بص الاقي راش تنزل ظهورها نفسه تبدا تظهر ورا الودان وبعدين على الوش والرقبه تنزل بقى على الجسم دي الكاركتر بتاعتها بالظبط. راش دي ديسكريت بات اوفن بيكامز كونفلنت اند بلوتشي بيجنز اون ذا فيل اوف ذا فيفس طبعا الكلام ده ما بيجيش في الكوميونتي عشان بس يبقوا مستريحين يعني انا بس قلت بالمره طالما المعلومه هتعرفها مش هجيبها في الكوميونتي كليريك طبعا. في اليوم الخامس والسابع ليفيد براونيش ديسكلاريشن ذا هول كورس اوف كانس ليزت بيقعد 21 يوم فروم انفكشن تيل ذا اند اوف اراكتيف ستيج The patient temperature usually subside من 1-3 ايام following the onset of rash تبدا الحراره تنزل في حاجه بعد كده اسمها period of communicability نيجي في امتحان درجه السؤال اسمه period of communicability patient with measles is infectious during the prodromal stage and until 4 days after the appearance of the rash يعني that's 4 days before onset of rash until 4 days after appearance of rash دي الفتره اللي هو بيبقى العيان ممكن ينقل العدوى فيها بفيها ايام كتير واربع ايام ولخبطه كده مش بالاداره بس يهمني قوي انك تعرف حتى العناوين ان الميزز دي بتظهر بري ايرابتيف ستيج وايرابتيف ستيج او برودوما بري ايرابتيف وايرابتيف ستيج وبعد كده في الكابيلتي قسمها في دماغك كده مراحل ده اللي قصدي عليه حتى لو انت في الامتحان ما انتش حافظ ولا انا ما بجيبش الكلينيكال تاني زي ما بقول ولكن لو فرض في امتحان هتفرق اي حاجه وانت قاعد تكتب الدكتور يبقى عارف ان انت فاهم وواعي وعارف ان في البرودرومال ستيج اهم فيها حاجه اسمها ايه؟ في البرودرومال كومبلكس سبوتس دي اللي هتشخص بيها الطفل بتاعك في العياده. مين عايز يتخصص اطفال؟ ناخد بالنا ان تخصص الاطفال ده اللي بيعمل مع الاطفال. انت ممكن تكون بتحب تلعبي مع الاولاد الصغيرين على عين وراس لكن تخصص الاطفال سوري معلش. في حد ينزل انتخابات اتحاد الطلبة فيكم؟ ولا مالكوش في انتخابات اتحاد الطلبة ولا حاجة؟ فقلنا الأطفال الإيه؟
يعني جاد الطفل اللي جاب بيقول لي لا زال لسه العدوى ممكن تطلع منه، يعني لا زال يعني اصل المفروض مشكله البيبي كوميونيتي دي ايه؟ انه بيطلع عدوى ما عندوش اعراض، انه لا زال زي الكارير كده ما عندوش اعراض، هو رجع عادي وكويس، بس ممكن الانفكشن يوصل عن طريق ايه؟ الانفكشن يوصل يا اما دروبليت يا اما دايركت يا اما اندايركت، يعني فخلال الانتفاعات بيقول لها البيلبس كلها مش انتروبيشن، البيلبس كلها مكتوبه ايه؟ اللي هي اربع ايام بعد اختفاء الريش واربع ايام مش عارف ايه زي ما مكتوبه كده. في الاول قلناها بقى زي ما مشينا بالخطوات كده البريدرومال ستيج وبعد كده الاراكتيف ستيج وكده زي ما احنا تمام. شوف يا اولاد المنظر، هيشوفوا الريش تظهر بصوا باينه من هنا خلف الودان على الوش الرقبه، نبدا ننزل بعد كده نشوف الظهر في الوش ازاي مع ارتفاع في الحراره، نبدا ننزل بقى على الوش كله بعد كده البراونش ديسكلريشن اهو اللي قلنا عليه بتاع البابيول اللي موجود تمام. ايه الكومبليكيشنز يا جماعه اللي بتحصل في الميزلز؟ يحصل جاسترنترايتس ذا موست كومن كومبليكيشن طبعا بتاعنا هو الجاسترنترايتس among the children in lower social class due to secondary bacterial infection which is the most common cause of death. اذا الطفل يموت من الميزلز لو حصل له bacterial infection on top of viral infection حصل viral infection مش معنى ايه؟ لا الموضوع مش موضوع سكين، الموضوع موضوع هو عايز افهمها لك ان هو بتبقى الاميونيتي بتاعته قلت اميونيتي الاميونيتي بتاعته قلت فعرضه ان هو يجي له اي انفكشن في اي حته في الجسم فبيقول لك ان اضعف الحاجات في الطفل الصغير خصوصا في السوشيال كلاس اللي بياكل من الارض واللي بياكل ما فيش نيوتريشن كويسه اكتر حاجه تضرب فيها هي الجاسترو الجي اي تي يعني فبالتالي يجي له جاسترو مش قصه ان له علاقه بدي لها علاقه بالجلد او كده. البرونكايتس طبعا نمونيا وبرونكو نمونيا من اخطر الحاجات اللي ممكن تيجي للطفل نتيجه الفيرال انفكشن. دكتوره معايا؟ نتيجه الميزلز شيمي ديو تو ميزلز فيروس او سكندري بكتيريال انفكشن نفس القصه. الانكيفالايتس بيقول لك ان هو ريل بس طبعا سيريس كومبليكيشن. اذر كومبليكيشن زي البيريوتيك كونجكتيفايتس وتيتس ميديا اي انفكشن ممكن يجي از كومبليكيشن في ميزلز. الصوت عالي على الصوت اللي هو بيريد اوف كوميونيكابيلتي دي مش فاهمها بيريد اوف كوميونيكابيلتي احفظها بالايام اللي موجوده عندك اهي بيقول لك ايه العيان اللي عنده ميزلز انفكشوس يعني ينقل عدوى هو معدي امتى ديورنج ذا برودرومال ستيج يبقى اثناء البرودرومال ستيج اللي هي فيها الكومبلكس سبوتس او طول ما هو ماشي معدي هو وبعدين تلزق 4 دايز افتر ذا بيلنس اوف ريش بدا يخش في الاراكتيف ستيج والريش يبان يبقى لمده اربع ايام كمان ماشي معاك. This 4 days before onset of rash until 4 days after appearance of rash يبقى بيتكلم ان هو بيقول لك عمل علاقه البيوت الكوميونيكابيلتي بالرياش اربع ايام قبل ما تظهر واربع ايام بعد ما تظهر. فعشان كده بقول لك انها مش هلخبطها بيها في الامتحان او الامتحان. هو الطفل بيفضل معدي طول فتره الستيج بتاعته دي كلها البريدرومال والاراكتيف والفتره الاخيره اللي حد ما يشفى عشان كده يقول لك في المدرسه اديله اجازه شهر كده لانه قال لك توصل لحد 21 يوم الميزلز كلها الفتره بتاعتها 21 يوم اثناء ال 21 يوم الواد متلخبط الانفكشن ممكن يتم منه في اي وقت. طيب الدايجنوستكس بتاعنا ازاي؟ كان دايجنوست باي كلينيكال بيكتشر تو دايجنوستيك ساينس فور ميزلز كومبلكس سبوتس ديورنج البري ناتال ستيج والراش ديورنج الاراكتيف ستيج. حلوه دي؟ ادي سلايد لازم تبقى محافظها كويس. ممكن تبقى ام سي كيو مثلا كومبلكس سبوتس. البريفنشن ها البريفنشن بتاعك مكتوب في ايه؟ جنرال ولوكال. جنرال عندك بريفنت اوفر كراودنج بروفايد بروبر نيوتريشن ادكويت نيوتريشن فور انفنت اند تشيلدرن. انا كان نفسي البتاع مختلفه شويه عملوا لكم رسومات حلوه فيه ماشي. سبيسيفيك بقى اكتب عليه مهم جدا مهم جدا. انت بتصور في السلايد بتصورني معاها طيب ماشي. ادي الفاكسين اهو اكتب اميونيزيشن فاكسين ادي اسمه ايه؟ اسمه ليف نوعه ايه قصدي؟ ليف اتنيويتد فاكسين ليف اتنيويتد فاكرين انواع الفاكسين اللي خدناها في كده؟
يا هيلث كير ونيف اتنيويتد وفورمال دايت وشغلانه وحاجات كده. فانا اعرف النوع بتاعه مين؟ اسمه الميزلز، اسمه الميزلز فاكسين. طيب عندنا اسمه مين؟ الليف اتنيويتد فاكسين. لازم تتقاس فريز دراي برودكت الدوز بتاعته سنجل دوز او فري كونستيتيوتد فاكسين نص ملي الرود اوف ادمنستريشن انتراماسكولاري اور ديب سبكتينيسلي. حلوه دي؟ يبقى قال لي نوعه وقال لي اسمه وقال لي الدوز بتاعته وقال لي بيتاخد فين، كل الكلام المطلوب. The dose of the vaccine appears to give 95% protection for at least 15 years. Obligatory vaccine هو تطعيم إجباري بيتاخد في الـ EBA, EBI أو Expanded Program of Immunization. Expanded Program of Immunization برنامج التطعيمات اللي موجود في ظهر شهادة الميلاد بتاعت حضرتك، بتاعت أي طفل لازم ياخد التطعيم ده كتطعيم إجباري. Under expanded program of immunization is given to infant at 9 months بيتاخد عن سن 9 شهور of age due to the presence of maternal antibodies in the infant serum during the first 6 months of life. قلنا كده ان الفاكسين ان الولد الصغير يبقى عنده من سن 6 ل 9 شهور عنده ايه؟ الانتيبوديز واخدها من امه، فانا ببدا في التسع بتاع الشهر التاسع اديله تطعيم الميزلز. Measles vaccine is contraindicated in children under treatment with corticosteroid or with immunosuppressive drugs. Children suffering from hypogammaglobulinemia and active tuberculosis, a second dose is given to children at سن 18 of age as a part of MR vaccine. يبقى ندور لخبطه كده. اسمه ايه؟ لايف فاكسين. مين الفاكسين؟ نوعه؟ لايف فاكسين. بيتاخد امتى؟ بصي بقى بتقول 9 مانس از ا فاكسين واز ا بارت اوف MMR فاكسين شهر 18. يبقى 9 و 18 حلو كده؟ طيب الروت اوف ادمنستريشن؟ قول لي عليه وادي السؤال. كده انت حفظت السؤال البريفنشن بتاع الفاكسين، عرفت الجنرال في الاول واديك عرفت السبيسيفيك وشكرا. صعب السؤال ده؟ يجيبه في الامتحان. قصدي احتمال يجيبه في الامتحان. ولا يجي؟ اهو يعني الفاكسين اهو. مين كان بيخاف من الحقن وهو صغير؟ مش انا عادي. ما شاء الله بس باسبور معاك ولا ايه؟ مين كان بيخاف من الحقن؟ خاف من الحقن؟ هو كبير برضه بيخاف من كبيره برضه. ادي الفاكسين زي ما قلنا بيتاخد سبوتينيوس وانترا ديرنا بس الواد مش غريب في الموضوع. شايف الواد بص ازاي؟ شايف الواد يعني وادي الانبوب بتاع الفاكسين اهو مكتوب عليه ميزلز فاكسين شايفينه؟ يا لهوي رخمه قوي. اقولها ولا بلاش؟ طيب بصوا بقى عشان نبقى عارفين انه زي ما قلنا البريفنشن سبيسيفيك بريفنشن اكتف وبسف. الاكتف اللي قلنا فاكسين وقلت لكم بعد كده في حاجه اسمها مينو جلوبلين او كيمو بروفلاكس. خلينا نقول في حاجه اسمها باسف اميونيزيشن بنستخدم فيها مينو جلوبلين. اكستريملي افكتنج اكستريملي افكتف ان بريفنتنج ميزيز ولا بلاش؟ بلاش اميونوجلوبين. خلينا نقول بس اميونيزيشن يوزنج الاميونوجلوبين خلاص. وبعدين نقول فيتامين اي سبلمنتس. حلو كده؟ فيتامين اي مكتوب عندكم ولا مش مكتوبه؟ فروم كبسول فروم اويل سيرم 1 كبسول 50000 مش عارف ايه. حلو قوي كده. يبقى قسمناها الى اكتف وباسف وفيتامين اي. والاكتف عباره عن فاكسين عرفنا اسمه ونوعه بيتاخد ازاي، الباسف والهيموجلوبين والفيتامين. في احلى من كده؟ حاجة بس كنترول. يبقى اي ديزيز بنعرف فيه ابيديميولوجي بريفنشن كنترول. عرفنا ابيديميولوجي خلاص في الاول بيتاخد بيجي مين وامتى وازاي وكلام من ده. وبعدين عرفنا المود اوف انفكشن بتاعه البريفنشن عرفنا الجنرال سبيسيفيك اكتف وباسف. وبعدين الكنترول. ايه الكنترول فاكرينه؟ خدتوه ولا لسه؟ كيس كونتاكت انفايرمنت صح ولا ما خدتوش؟ بتمسك الكنترول ميجرز اللي خدتهم اللي هم السكيما الثابته دي وتطبقها على اي ديزيز. تعالى ماشي. الكيس كنت بتعمل ايه في الاول؟ فيريفايد دايجنوستس تتاكد ان الديفيزوس موجود عن طريق ايه؟ بتتاكد
عن الطريق الكلينيكال اللي اصلا الفيزيت دي متشخصه كلينيكال يعني. تمام. الايزوليشن ات هوم فور 4 دايز افتر ذا ريبيرز اوف ذا راش سيمبتوماتيك تريتمنت اند سبيسيفيك انتيبيوتيك تريتمنت اف نيسيسري تو بريفنت سكند بكتيريال انفكشن. انا هنا بدي الانتيبيوتيك از ابروفيلاكتيك، لكن هو الانتيبيوتيك ملوش دور في الفيزيت، انا بديهوله بس عشان في الغالب الفيرال بيجيب لي سكند بكتيريال انفكشن. دي ميجر في الكونتاكت بقى، الكونتاكت بتوعي اعمل لهم ليستنج، اعدهم في كل كونتاكت ايدنتيفاي السبسبتبل انسسبتبل جروب، يبقى اعمل لهم ليستنج مين هم، اشوف مين الاكثر عرضه. طبعا الكونتاكت اللي حواليه لو في البيت الاطفال صغيرين جوارين واخوات طبعا اكثر عرضه من الاطفال اللي بيزوروا ولا حد بيقعد معاه كده يعني. سيرفيلانس، كلمه سيرفيلانس يعني ايه؟ سيرفيلانس 14 دايز يعني انت سيرفيلانس دي ترصد، معناها بالعربي ترصد، عشان عندنا في وزاره الصحه حاجه اسمها وحده الترصد مش كده؟ ترصد الامراض، يقعد كده في وحده عندها جايد لاينز وكرايتيريا شغاله عليها، اول ما يبدا المرض يظهر اقفش. يبقى انا بترصد المرض لمده 10 ايام. ليه 10 ايام؟ فتره الانكيبيشن بيجي بقول لكم شطار لا هي لا تقول تدريب فور فنان انا ميزه سبته بجرو زوز اكواير ناتشر اتاك اوف ميزيس بروفايد ميز هاد يعني فاكسين بيفور ديورنج ذا ريكلاينز ان في لونج تايم يعني سيرفلنس في 10 ايام حلو قوي. سيباريشن اوف ذا سبته بجرو فروم كيسز اند سيرفلنس فور 3 دايز ببدا اعزل بفصل الناس اللي هم عرض، عشان كده بقول له يغيب من فين؟ يغيب من المدرسه يفرق طبعا بصف ويهيص يعني. They are protected by safe prophylaxis therefore after the weeks by using the vaccine if the disease is not manifested during the disease. ماشي. حلو الكلام. يبقى احنا عرفنا prevention of control. طيب. Measles elimination بقى. The elimination strategy of measles has three components. احنا بنحب قوي في الكوميونتي الاسئله المتعلقه اللي فيها بروجرام. يقول لك measles elimination program. هتاخد مع الدكتور ايناس في measles elimination program. هتاخد في التي بي معايا بالدوز استراتيجي، الكلام اللي هو فيه استراتيجيه، لان دي حاجات ناشونال بتاعت الدوله بتعملها، لازم تبقى عارفها. ما ينفعش زي برنامج التطعيمات بتاع الكوره البوليو بتاع شلل الاطفال، لازم تبقى عارف البوليو اريديكيشن بروجرام بيتعمل ازاي. ده اللي بيطبق في بلدك فلازم تبقى عارفه يعني. Achieving the and maintain the high immunization level most important component، يعني انا امشي اوصل لمستوى عالي جدا من التطعيمات بدليل ان انا حاطط في برنامج التطعيمات الاجباري، يعني لازم مفيش طفل لازم يروح في الشهادة بتاعته بتوع التقديم له اي حاجه لازم ابص عليها اشوف مدى البيزنس عن 6 شهور وعن 18 شهر القصه بتاعته مش كده؟ الستوريك سيرفيلانس لازم يعمل ترصد جامد جدا بيعتمد على ميكينج ناشونال كيس ديفينيشن قلتها من شويه نعمل ناشونال كيس ديفينيشن ولو كل المراكز اللي عارفه ايه اعراض والعلامات لما تيجي على طفل اقول ده ميزز كده هقدر ترصد الحاله كويس او ما اقفش يا فلان او ما يجي لك حاله عندها كذا وكذا 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 اقفش ده ميزز خلاص. اجريسيف او تريت كنترول فاكسينيتنج التارجت بوبيليشن ات ريسك اوف ترانسميشن اجريسيف او تريت كنترول بمعنى لو حصل لا قدر الله عدد كبير من الحالات في مدرسه او اي حاجه اعمل اجريسيف كنترول عليها طعم 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 ادي البروفلاكسس ادي كده عشان احد من ايه؟ احد من انتشار او تريت يعني حصل في مدرسه حصل في حضانه حصل في كامبين الاطفال اول ما الاقي كده اعمل كنترول جامد جدا. حلو الكلام ده؟ ده سؤال بجيبه في الامتحان تخيل؟ يبقى خدنا كام سؤال دلوقتي؟ عديت ضعف البريفنشن ممكن سبيسيفيك بريفنشن بتاعه السؤال حسب وقت الامتحان لو انا وقت كفايه ممكن اقول لك بريفنشن اوف ميزز تكتب جنرال سبيسيفيك الوقت قليل وده في الغالب بيبقى كده الوقت قليل هتشوف ورقه عشان لما تشوف امتحانات الايام بتاع الكوميونتي ما تفضوش عشان الورقه من اول فوق لاخر تحت مفيش مشكله لان الامتحان 60 درجه فبنقسم ايه؟ 7 8 5 3 فالدرجات صغيره فبدالي ده انا في رايي في الاول زي ما انتم بتقولوا يا دكتور الامتحان كان 20 سؤال مثلا ولا 50 سؤال يا عبيط ما هو انت لما تكون جاي في كل الاجزاء يبقى اي جزء هتعرف تكتب فيه لكن هجيب لك سؤالين ثلاثه كل سؤال ب 15 درجه انا احسن من وجهه نظري يعني لو انا اخلي اسئله كتير عشان تكشف اي حاجه لكن سؤالين ثلاثه ما انتش عارفهم هتقعد بقى تنطق جنبهم.
Measles will always show you if someone isn't doing a good job in vaccination. Kids will start dying of measles. الميزلز دي لو برنامج الهرمون بتاعك مش شغال كويس هي اللي بتبين لك. Measles always show you if someone isn't doing a good job in vaccination. يعني هو مش شغال على التطعيمات كويس وبالتالي بيحصل عندك الاوت بريك والحاجات بتاعت الميزلز. عشان كده الحمد لله الميزلز مش كتير يعني مش اللي هو ما بقولكش مدرسه حصل فيها اوت بريك بتاع ميزلز. ممكن المامز اللي بيحصل اللي هو بتاع الاطفال ده اللي هو بيجي في حكاها بسرعة ناخد جبنة ميزلز ولا تعيش ناخد جبنة ميزلز نخلي المرة الجاية ديك سهلة مفيش حاجة مفيش أسئلة كتير والله ناخدها يا لهوي طيب المرة الجاية بنزود الحاجات شوية في حد عنده أسئلة في الجزء ده؟ حد عنده أسئلة في جزء الدكتورة حنان؟ نسمع زميلنا يمكن نستفيد انا ممكن اجاوب حاجات عليك تقول انت عايزها انت خلاص انا جاوبت على انت عايزه دكتور جاوبت تمام قول بقى بصوت عالي نسمع الشباب ورا اسمعوني بس دقيقه واحده ولا تمشوا كنا جايبين تجربه دكتور ايه تعرفها كنا جايبين تجربه انت عندك فيه في الورق عندك بتاع الدكتور حنان في ديفينيشن في الكابريت ميريت وايه الاهميه بتاعته الفترة دي اللي هو المريض بيبقى بينقل عدوى مش لازم تكون عليه اعراض ساعتها